اهلا بحضراتكم من جديد، واخر فقرات البرنامج وهي فقره ريمونتادا. ريمونتادا اللي دايما بنثبت او مع الوقت بيثبت ان كل الكلام الموثق اللي بنستخدمه هنا بعض الناس بتعترف بيه بعدها. اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت عن دور وكاله الاهرام اللي طبعا الزمالكاويه كانوا بيتكلموا فيه، واثبتنا بما لا يدع مجال للشك ان الموضوع بعيد تماما عن وكاله الاهرام، خاصه حتى في تعاقد اللاعبين والامر اللي اثار. اعتقد كابتن طارق السيد الاسبوع اللي فات طلع بتصريح بيؤكد ما تم تناوله في وكاله الاهرام. نشوف تصريح كابتن طارق السيد ونرجع تاني. في ناس قعدت معايا وقعدت مع الوكيل بتاعي وطلبوا ان هم ان انا ابقى موجود. انت قلت الكلام ده قبل كده؟ يعني اول مره اسمع القصه دي منك. جوزيه والكابتن خطيب كلموك انك تبقى موجود في النادي الاهلي. كان سنه كام؟ 2007. 2007. خليني اقول ان في بعض الحاجات حصلت في الفترة دي كانت تمنعني منعا باتا ان انا ممكن اتنقل من نادي الزمالك او امشي من نادي الزمالك واروح هناك. منها مثلا لما بيتقال لي إن, ان 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 كلمه النادي الاهلي نادي كبير. النادي الاهلي نادي كبير طبعا جدا. بس نادي الزمالك نادي كبير جدا جدا. فير كريت ان انت جاي تاخد بطولات مع النادي الاهلي. طب ما انا واخد بطولات مع نادي الزمالك زي ما انا عايز. فكره ان انا كابتن نادي الزمالك، فكره ان انا عادي يبقى ممكن اقل من اي حد. لا، انت لعيب جاي لك فري. لو ما اديتنيش اللي انا عايزه يبقى بلاها. طب ما انا موجود في نادي الزمالك ومن وبيتي ومكاني وعملت شعبيتي وجماهيرتي فيه. صحيح. فكره ان 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 المقارنه بين الناديين، لا هي مش كده. بالنسبه لي انا مش كده، ما ينفعش. لو ما اديتنيش اللي انا عايزه انا في بيت الزمالك. ده موضوع يخص طارق السيد مع جماهير نادي الزمالك وقصه الانتماء، لكن انا يهمني في الموضوع هو النادي الاهلي كان بيعمل اغراء للاعب زي طارق السيد وقتها كان في منتخب مصر 2006 ان هو يجي النادي الاهلي بايه. طارق السيد قال بالبطولات. العرض المالي كان اقل من عرض مالي موجود في النادي الاهلي، فبالتالي هو فضل البقاء في نادي الزمالك. طب فين وكاله الاهرام يا فارس؟ لا، وكان رده ايه؟ لو ما اديتنيش اللي انا عايزه. فبالتالي هو خد كمان في الزمالك العرض المالي الاكبر. بالظبط. فده يا جماعه احنا بس بناكد على فكره ان الكلام اللي كان بيتم الترويج ليه والقضايا اللي احنا بنتناولها احنا نقدر نعمل ريمونتادا، لكن ما حدش يعرف يقدر يعمل ريمونتادا عليها. هنروح بقى النهارده